نقاط مع كاسبر جاك ويفوز اليوم. والله صحيح معناتها يظهر لي الحمد لله يا ربي معناتها ربحنا اليوم. يظهر لي صحيح يمكن ما تخناش كما يلزم معناتها بريمير ميتون ودوزيام ميتون حطينا الكرة معناتها هيك شفت في بالي ماتش كامل معناتها كرة عندنا. الحمد لله يا ربي صحيح معناتها ربحنا واحد بلاش مي ان شاء الله تروح المغرب نشوفه وجه خير ان شاء الله. كيفاش شفتوا الانضمام تاع ليكيب ناسيونال؟ والله كما حكيت لك معناتها يظهر لي بعد خسارة ليبيريا تمسينا شوي. ماتش القبوحة بينا ربح ما يلا غالب كملنا نيول. اليوم هاك شفتوا معناتها صحيح شادينا كرة وكل ما ربحنا نزيرو ان شاء الله معناتها ماتش المغرب ان شاء الله نربحوا معناتها بسكور باهي ان شاء الله. ياسين فرونشمون كيفاش تعاملوا معاها المسابقة هذه الشان؟ تعاملوا معاها معناتها بجدية ولا هكا مسابقة تعبوا فيها وكا؟ والله يظهر لي معناتها أول حاجة معناتها ندافع على راية البلاد في بالي معناتها نلعبوا باسم تونس. معناتها الشان ماتش أميكال يظهر لي لازمنا ديما نلعبوا معناتها بقلايب وكل وكا وكيما حكيت لك معناتها ديما اسم تونس في الميزان.